يستهدف برنامج عمل الحكومه تعظيم العائد على الاصول المملوكه للدوله كاحد اهم الاولويات في تحقيق التنميه الاقتصاديه وتعزيز الاستدامه كذلك تستهدف الحكومه استمرار تنفيذ خطه خطه تحسين وتطوير اداء الشركات والمصانع التابعه لوزاره قطاع الاعمال العام والاستثمار في راس المال البشري حوكمة الأصول المملوكة للدولة من أهم أهداف حكومة مدبولي، وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لأصول الدولة، ووضعت الحكومة برنامجين في هذا الملف، أولهما تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، والذي يهدف إلى تحقيق الفعالية والشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية واستثمارات الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية. الحكومة حددت آليات لتحقيق هذه الأهداف عبر النشر المنتظم للتقارير. الاجمالية السنوية عن محفظة شركات الدولة مع إدراج فرص المشتريات التي قدمتها أكبر خمسين شركة على موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة إلى جانب توسيع هذه القائمة لتضم كل الشركات وباعتبار القطاع الخاص بات شريكاً أساسياً فسيتم منحه حق امتياز وتأجير الوحدات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة توسيع الملكية أيضا من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على متابعة أداء الشركات التي تحقق أرباحا لتحديد مدى جاهزيتها للطرح في البورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير. أما البرنامج الثاني فمعني بتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة عبر تطوير أداء الشركات والمصانع. فضلا عن رفع كفاءة الموارد البشرية. الحكومة ستعمل أيضا على فض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة. تأتي سياسة التعامل مع ملكية الدولة للأصول كبرنامج رئيسي تستهدف به الدولة زيادة المنافسة في مجالات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمارات وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمصريين.